بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية، قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بجولة تفقدية لمديرية أمن سرت والمراكز والأقسام التابعة لها. بناء على تعليمات سيد مدير الإدارة العامة للتفتيش عقيد الشريف قويدر، الانتقال لمدينة سرت، وذلك القيام بجولات تفتيشية، وتم الحمد لله القيام بجولات تفتيشية وتكليف مهامنا الذي خولت علينا من قبل تعليمات معالي السيد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشنيف، وذلك بالقيام بجولات على مديرية أمن سرت بأقسامها ومراكزها وعلى الإدارات العامة داخل الاختصاص. وقال مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بأن هذه الزيارة تأتي للوقوف على جاهزية الأقسام والمراكز بمديرية أمن سرت، مؤكدا أنه سيتم إرسال الملاحظات والنواقص إلى وزير الداخلية. قمنا باليوم الأمس جولة تفتيشية صباحية ومسائية حتى ساعات الصباح الأولى، تواجد الأمني جيد، هناك بعض المشاكل والملاحظات حيتم نقلها لمعالي وزير الداخلية بموجب تقرير. اليوم إن شاء الله مكملين جولتنا التفتيشية على باقي الأجهزة الأمنية بمدينة سرت، كل الأجهزة الأمنية التي تنطوي تحت وزارة الداخلية. الجدير بالذكر بأن هذه الزيارات تأتي لرفع كفاءة رجال الشرطة وتوفير كل الإمكانيات التي تساعدهم على أداء أعمالهم المنوطة بهم، فهم العين الساهرة والحامية لظهر قواتنا المسلحة.